مسرح 5 أشخاص وإصابة 50 في انقلاب أتوبيس بطريق السويس العين السخنة. خبر بيقول لقى 5 أشخاص مسرعهم وأصيب نحو 50 شخص في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنة. وتلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي يحمل رقم لوحات سين ألف دال 182 ناحية العين السخنة كان في طريقه إلى أحد الشواطئ. على الفور تم توجيه 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين. بلغ عدد الضحايا في الحادث 5 حتى الآن، بينما بلغ عدد المصابين 50. ورفعت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث. تابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفى السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.